أخبار اليوم. حراسة بالدشمة رقم 3 المجاورة لبوابة الطوارئ مما أدى لإصابته، وفور سماع صوت إطلاق النيران تم تشغيل سارينة الإنذار للهدف لإعلان حالة الخطر. قام السيد قائد الهدف بإطار شرطة النجدة والجهات الخارجية والدفع بمجموعة خفيف الحركة للتصدي لمجموعة المتسللين. وقامت تقدم باستخدام الساتر الواقي من الرصاص والسواتر الطبيعية والصناعية، وتم اعتلاء فرد بالسلاح الصربي عيار 7.62 في 54 ملي اعلى نقطة في الهدف لتحقيق الكثافة النيرانية بالخارج. نتج عن التعامل إصابة أحد الجنود وفردين من جماعة المتسللين. وصول السيد العميد مأمور المركز وكذا السيد رئيس وحدة المراكز بالقوة الضاربة وأفراد البحث الجنائي. لو لاحظنا سيد فتش المفرعات ميلة عشان تدور لاحظنا بالمواجهة الآن مفتش المفرعات خد قرار بتشتيت العبوة في مكانها بعد أن لقى المكان آمن، فخد القرار ويمكن المدفع ده بيشتغل بنظرية دفع المياه بسرعة أسرع من سرعة الضوء، وبناء على بيستطيع أن يشتت الدائرة الكهربائية في العبوة الإيجابية اللي عثر عليها. الحضور وصوت طلقة مدفع المياه اللي هتنضرب على العبوة عشان تشتغل.